بسم الله الواء اسود وفاتحين اهلا وسهلا عمي نحن باذن الله جيش الحر لا بنأذي حدا ولا بنقرب صوب حدا عم نحرر المنطقه من الاحزاب الانفصاليه انت ايش يا عمي ثواني يا شباب انت ايش يا عمي كردي انت لكن من مهاجر اللواء من 50 60 سنه الله يبارك فيك عمي نحن عم نحرر المنطقه من الاحزاب بالدين والايمان لا اله الا الله لا والله عجيب كسر لواء اسود فاتحين يقوم تحرير المنطقه واخلاء المدنيين من الخنازير البككة وغيره من الاحزاب الانفصاليه لواء اسود فاتحين